السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب، اليوم يوم جديد وجولة جديدة من جولات قناة أقوى العروض في السعودية. الجولة بتاعتنا النهاردة من عروض باندا مقاضي رمضان بدون ضريبة، يعني باندا عملت العروض من غير الضريبة. هنشوف أهم العروض الموجودة في باندا، والعروض دي من يوم 15 إلى يوم 21 فبراير، من يوم 15 إلى يوم 21 فبراير حتى يوم الثلاثاء القادم أو حتى نفاذ الكمية. هنبدأ مع بعضينا القسم اللي احنا فيه ده على الأرز، أرز العائلة نازل عرض حلو جدا من 86 ل 66 ريال، والعرض طبعا حصري للأعضاء. أرز العائلة اللي هو عنبر بسمتي أبيض هندي من الأنواع المميزة والحلوة جدا. في الوليمة نازل من 84.5 إلى 72 ريال. الوليمة اللي هو العادي، لأن في الوليمة نوع تاني ستايل، طبعا ده على 10 كيلو، نازل من 84.5 إلى 72. في بنجابي المهيدب، بنجابي الشعلان، بنجابي الشعلان اللي هو اللي قدامنا ده عنبر برضو، ده 10 كيلو، نازل ب81 ريال، 95 هرلة أو 82 ريال. احنا معاكم في عروض الأرز. في أرز برضو اللي هو نور جيهان، ده ممتاز، السعر بتاعه 95 ريال اللي هو 10 كيلو، 95 ريال. تاج محل عرض حلو جدا جدا من العروض القوية جدا هذا الأسبوع. تاج محل نازل 10 كيلو ب53 ريال بدلا من 80 ريال، اللي هو تاج محل ده 10 كيلو. برضو في هنا الأرز المصري اللي هو الصنوية، ده سعر من غير عرض ب43 ريال، السعر بتاعه من غير عروض. في برضو عرض هنا على الخل الطبيعي ده اللي هو باسم باندا، 3 لتر و700، نازل ب14 ريال، 14 ريال وخل طبيعي. واحنا قلنا لما نشتري الخل نشتري الخل الطبيعي، نبعد عن الصناعي. شوفوا العروض التانية، احنا دلوقتي ماشيين في ايه، في شارع العروض او الطريق المميز للعروض. اي حاجة هتقابلنا هنقولها. في هنا برضو عرض على الزيوت، هنبدأ بقى عرض الزيوت. في الزيوت اللي هي زيت عافية اللي هو الحجم الكبير اللي هو 9 لتر، 9 لتر ده نازل، او هو ده سعر اصلي، 135 ريال، 135 ريال. عايزين نشوف العروض. في العبوتين اللي هي الشروق دي، زيت دوار شمس، زيت دوار شمس العبوة القيمة دي، الاتنين حبة 45.5، دي كلها اسعار مش عروض. هنشوف بقى العروض. في عرض مميز جدا على زيت هالة، زيت هالة ده اللي هو دوار شمس من الانواع الحلوة جدا، زيت دوار شمس للقلي والطهي، نازل عرض بكام؟ نازل عرض ب17 ريال، سعر عادي 17 ريال، لتر ونص، مكتبين عليه سعر عادي يعني مش عرض. برضو هنا الزيوت، في زيت نور اللي هو زيت ذرة، زيت ذرة اللي هو لتر ونص، سعر عادي برضو ب34 ريال. احنا قلنا شارع العروض ده احنا هنقوله، او الطريق المميز للعروض هنقول كل العروض اللي فيه. اتمنى لو انت شايفني دلوقتي ما تنساش اللايك، اللايك ده يا جماعه عشان يعلي الفيديو ناس كتير تشوفه، يا ريت تدعمونا باللايك. هنشوف في عرض بقى هنا، هنبدا بقى العروض القويه. في الزيوت، في اللي هو زيت ابو زهره ده، زيت ابو زهره نازل الثلاث حبات بدلا من 69 نازلين 40 ريال الثلاث حبات. زيت ابو زهره ده لتر ونص، زيت دوار شمس من الانواع المميزه جدا على فكره، منزلش عروض كتير يعني، النهارده نزل الثلاثه ب40 ريال. في برضو من العروض اللي هي على الزيوت، في النخلتين نازل بكام؟ نازل الثلاثه برضو، الثلاثه اللي هو النخلتين ده، زيت صافي للقلي لتر ونص، نازل الثلاثه برضو ب40 ريال، الثلاثه ب40 ريال بدلا من 54 ريال.
من العروض القوية جدا هذا الأسبوع عرض على حليب السعودية، نازل عرض مميز جدا 58 ريال بدلا من 70 ريال، برضو ده عرض حصري للأعضاء، سواء كان حليب كامل الدسم أو قليل الدسم أو منزوع الدسم أي نوع، اللي هو اللتر والكرتونة فيها 12. عرض حلو جدا 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 وناس كتير واخدة منه، يعني لما كان بينزل ب60 الأسبوع اللي فات الأسابيع اللي فاتت دي كنا بنقول عليه عرض مميز جدا، النهاردة نازل 58 ريال عرض حصري للأعضاء. حليب السعودية طبعا من الأنواع اللي هي دايما بيكون سعره غالي ودي طعمه مميز، من الأنواع الحلوة جدا حليب السعودية. شايفين الناس واخدة منه كتير اهو، ده هيكون عليه كوبال كبير جدا، يعني ده احنا لسه النهاردة اول يوم، احتمال كبير بكرة ما تلاقوش الكمية اللي احنا شايفينها النهاردة دي. عروض الزيوت القوية، في عرض على عافية اللي هو بلس، اللي هو مكتوب عليه اوميجا، مكتوب عليه اوميجا 3 و6 و9، اللي هو بلس ده عافية زيت ذرة لتر ونص، نازل من 32 ريال ل24 ريال، نازل 24 ريال. في برضو عرض حلو جدا على زيت مازولا، زيت مازولا اللي هي العبوة البلاستيكية دي، زيت ذرة لتر ونص برضو، نازل من 36 ريال ل20 ريال، وده السعر ده على فكرة على مازولا حلو جدا، يعني مش بينزل كتير الأيام اللي فاتت، وفي الجملة بيكون أغلى من كده في الجملة، فعشان كده أنا بقول السعر ده حلو جدا. زيت مازولا زيت ذرة لتر ونص برضو، وبرضو العرض الحلو جدا على شهية زيت ذرة برضو، يعني معظم الزيوت اللي نازلة الأسبوع ده على زيت الذرة، شهية ومازولا وعافية ده زيت ذرة برضو. زيت ذرة على شهية نازل ب17 ريال بدلا من 28 ريال، 17 ريال بدلا من 28 ريال، كميات برضو كتير موجودة. برضو هنا هو هنا ده زيت شهية نازل 17 ريال بدلا من 28 ريال، زيت ذرة مكتوب هنا نقي 100%، مكتوب عليه برضو حاجات حلوة، يعني غني بالفيتامينات ألف ودال ومثالي للطبخ والقلي، يعني كلام حلو مكتوب على زيت شهية، ويعني من الأنواع اللي مش بتنزل عروض كتير. يعني شوف في عروض تانية على الزيوت، واحنا شفنا في البداية طبعا العرض اللي هو على أبو زهرة، وشفنا عرض على النخلتين، وشفنا أسعار زيوت تانية. الزيوت أيضا زيت نخيل، زيت نخيل ده للقلي، خليط زيوت نباتية، الواحدة لتر ونص، نازل العرض الواحدة نازل عليها عرض ب17 ونص، 17 ونص، ده سعر عادي، هم كاتبين كده سعر عادي يعني مش عرض يعني، ولكن في ناس أنا شايف الناس واخدة منه اهو، فاحنا برضو حبينا نصوره من الزيوت. واحدة 17 ونص لتر ونص. زيت الزيتون، في زيت زيتون اللي هو المراعي اللي هو 250 ملي، نازل من 12 ريال ل10 ريال. المراعي اللي هو بكر ممتاز 250 ملي، نازلة من 12 ريال ل10 ريال. برضو في هنا نوع من زيت الزيتون، النوع اللي قدامنا ده، ده مكتوب عليه زيت بكر ممتاز بنكهة الثوم الطبيعية، اللي هو ده، وفي بالليمون وفي بالريحان، يعني في أنواع كده عليها خلطات معينة. ده نازل من 20 ريال ل12 ريال، 20 ريال نازل 12 ريال، اللي هو 250 ملي، 250 ملي. في نوع برضو هنا نازل، ده زيت كلاماطا يوناني، زيت يعني ده زيت زيتون كلاماطا، انتوا عارفين بقى زيت الزيتون الكلاماطا، ده زيت زيتون كلاماطا، فطبعا ده سعره عشان كده غالي شوية. ده نازل 500 ملي من 55 ريال ل30 ريال. شوف برضو فيه هنا زيت زيتون السوسن، زيت زيتون بكر عصرة أولى على البارد،
ده من الانواع برضو الحلوه، يعني اي زيت زيتون هتلاقي مكتوب عليه عصر اقول على البارد زيت زيتون بكر، زيت زيتون بكر ممتاز، تعرف ان هو من الانواع الحلوه جدا. واحنا زي ما قلت كام مره ان احنا عاملين فيديو على ازاي ان احنا نختار زيت الزيتون وافضل الانواع الموجوده في السوق، هتلاقوا فيديو حلو جدا موجود يعني في القناه، عاملين فيه معلومات حلوه جدا في زيت زيتون السوسن ده 500 مللي نازل من الاتنين حبه، الاتنين مع بعضهم يعني الاتنين دول 1 لتر، 1 لتر نازل من 42 ل 33 ريال. شوف برضو لو في انواع تانية، دي الانواع اللي هي موجوده حاليا قدامنا في زيت الزيتون، يعني في السوسن وفي المراعي اللي هو 250 مللي وفي النوعين اللي احنا شفناهم برضو. الارز المصري، الارز المصري نازل على اللي هو حافل اللي مكتوب عليه الارز الفاخر، حافل ده 5 كيلو نازل من 37 ريال ل 22 ريال، اللي هو 5 كيلو نازل ب 22 ريال بدلا من 37 ريال اللي هو 5 كيلو. الانواع التانية بقى اللي هي الارز المصري اللي هو الصنوايط، مفيش عرض عليه مكتوب ولا الصنوايط ولا الصنوايط ولا الوايت سوان ولا الجرين فارم، مفيش عليه خالص. الجرين فارم ده ب40، الصنوايط ب43، والوايت سوان ب39 ريال. دي اسعار وعروض الارز المصري. في ارز هنا اسمه ده ارز ياسمين الوها، 5 كيلو برضو، ده نازل من 30 ريال ل 25 ريال، نازل من 30 ريال ل 25 ريال، أرز ياسمين. أرز اللي هو أرز بسمتي، في أرز بسمتي هندي اللي هي بوابة الهند أو باب الهند، باب الهند ده اللي هو كام؟ اللي هو 5 كيلو، 5 كيلو، ده من الأنواع اللي دايما بيكون سعره غالي. ولما بينزل عرض برضه بيكون السعر بتاعه غالي، يعني نازل من 73 ريال ل 62 ريال، 62 ريال. أرز بسمتي كلاسيك باب الهند عنبر 5 كيلو نازل من 73 ل 62 ريال. أيضا في عرض على أرز العائلة، العائلة اللي هو 10 كيلو زي ما احنا شفنا في البداية خالص، نزل عليه عرض من 86 ل 66 ريال، يعني نزل عليه عرض 20 ريال حصري للأعضاء. وأرز العائلة من الأنواع زي ما احنا قلنا الأنواع الحلوة جدا. عرض برضو هنا على أرز أبو كاس اللي هو البني ده، اللي هو بشاور عنبر، أبو كاس بشاور عنبر اللي هو 10 كيلو نازل عليها عرض هنا من 85 ل 67 ريال، 85 ل 67 ريال اللي هو 10 كيلو. طبعا أبو كاس فيه نوع تاني اللي هو الأخضر، العرض نازل على اللي هو البني ده اللي هو العنبر، نازل ب 67 بدلا من 85 ريال. وكمان في عرض اللي هو على أرز أبو كاس اللي هو الأخضر ده، نازل العشرة كيلو نازل من 83 ل 75 ريال، يبقى نازل على النوعين اللي هو أبو كاس العادي الأخضر ده ونازل على أبو كاس اللي هو العنبر اللي هو البني، الاتنين نازل عليهم عروض. ده نازل 75 بدلا من 83، الوزن بتاعه 10 كيلو، أرز أبو كاس بسمتي هندي. في برضو عرض هنا على أرز السفير، السفير اللي هو 5 كيلو نازل عرض من 42.5 ل 37 ريال. السفير ده أرز هندي بسمتي برضو 5 كيلو، الحجم بتاعه بدلا من 42 نازل 37 ريال. أرز الشعلان ده يا جماعة اللي احنا شفناه بقى اللي هو نازل عرض 4 ساعات، الاتنين حبة ب 57 ريال، 57 ريال الاتنين حبة، الواحد 5 كيلو، الواحد ليه 4 لأن المجموعة 2، ليك مجموعتين زي ما احنا شفنا في البداية خالص. وده هنا في الواقع، هنا في الأرز فيه طبعا كميات موجودة هي. ده العرض اليومي اللي هو من الساعة 8 إلى الساعة 12، كل يوم هيكون في عرض يومي على منتج معين
لحد شهر رمضان ان شاء الله، زي ما عملوا كده السنة اللي فاتت. وان شاء الله احنا كل يوم هنحاول نغطي العروض اليومية. عروض المكرونة، في مكرونة اللي هي ميزة، المكرونة دي لسه جاية جديدة، دي لها فترة يعني هنا جديدة في باندا، عاملة عرض حلو جدا. الست حبات نازلين ب10 ريال، الست حبات الواحدة 400 جرام، دي فيها لسان عصفور وفيها شعرية وفيها المكرونة، فيها أنواع كتير جدا يعني متنوعة. نازل عليها عرض الست حبات ب10 ريال بدلا من 15 ريال، اللي هي ميزة. برضو في عرض على المكرونة دي اسمها ميليسا، نزل عليها عرض الاتنين حبة ب10 ريال بدلا من 11 ريال، في لسان عصفور، في مكرونة مبرومة، في المكرونة اللي هي القلم، في الأنواع كتير، في اللي هي الخواتم. أي واحدة يعني دي نص كيلو يعني 500 جرام، الاتنين حبة ب10 ريال، تشكل أي بقى اتنين ب10 ريال. عرض حلو جدا وحصري للأعضاء اللي هي البريفيتو. البريفيتو نازل الستة ب26 ريال بدلا من 31.5، كل الأنواع منها. المكرونة البريفيتو 6 حبات 4 زائد 2 مجانا بدلا من 31.5، نازلة 26 ريال. جودي مفيش عليها أي عروض، وتريفا برضو مفيش عليها أي عروض. في عرض على إيطاليانو، إيطاليانو 3 حبات نازلة برضو، دي نخلي بالنا عشان هم كاتبين كده بين قوسين منتجات مختارة يعني مش كل الأنواع، فاللي هتلاقي تحت الاستيكر ده يبقى هو اللي عليه العرض. ده نازل ال3 حبات ب12 ريال بدلا من 15 ريال، أو بدلا من 14 ريال 85 هل، اللي هي إيطاليانو. دي كل عروض المكرونة الموجودة. برضو الجود مش نازل عليها عروض، كانت بتنزل عليها كل أسبوع يعني، ولا الجود ولا تريفا ولا جود. العروض على إيطاليانو وميزة وبريفيتو من العروض المهمة جدا في رمضان والعروض القوية جدا في باندا هذا الأسبوع. عروض على الطحين او الدقيق، النوع ده اللي قدامنا من اشهر الانواع وتلاقيه دايما موجود في كل سوبر ماركت، ويتباع طبعا الواحد بحوالي 6 ريال دلوقتي او 5 ريال 75 هلل، اللي هو الواحد من غير عرض ب5 ريال 75 هلل. نازل هنا عرض التلاتة بكام، التلاتة نازلين ب12 ريال يعني الواحد ب4 ريال، 3 حبات ب12 ريال حصري للاعضاء، حصري للأعضاء، بيقول لك وفر 3 ريال 5 ريال و30 هلل. طيب نشوف برضو في نوع تاني من الدي نازل عروض، اللي هو الأولى، اللي هو الأولى اللي هو الحجم الكبير العائلي ده اللي 5 كيلو، نازل الاتنين مع بعضيهم ب15 ريال، يعني الخمسة كيلو هنا ب7 ريال، اللي هو دقيق الأولى اللي هو الحجم الكبير العائلي أو طحين الأولى. الكيس الكبير ده 5 كيلو، 5 كيلو وخمسة كيلو نازلين ب15 ريال، عرض حلو جدا على الدي. وطبعا دي ده من الحاجات المهمة جدا في رمضان، الناس بتعمل بيها بقى حاجات كتير يعني. دول العرضين اللي هم موجودين في الطحين. عرض حلو جدا على السكر الأسرة اللي هو الخمسة كيلو، 5 كيلو لو انت خدت واحد ب16 ريال، لو خدت 3 ب40 ريال، 3 ب40 ريال والواحد ب16 ريال، اللي هو السكر الأسرة ده اللي هو الخشن أو الناعم، شايفين ناس كتير واخدة منه اهو، في كميات كبيرة كمان موجودة. في هنا عروض برضو على بديل السكر اللي هو استيفيانا، للناس بقى اللي بتنظم السكر وبتعمل ريجيم، في اللي هو السكر اللي هو 200 جرام ده اللي هو بالجرام، نازل من 22.5 لكام، ل16 ريال بدلا من 22.5، نازل 16 ريال، اللي هو استيفيانا ده 200 جرام، 200 جرام العلبة. في برضه هنا باكت فيه 25 كيس،
25 كيس، الحجم بتاعه 25 جرام، 25 اهو ظرف، الظرف حجمه 25 جرام، نازل من 10 ريال ل 8 ريال، نازل من 10 ريال ل 8 ريال. العرض القوي جدا بقى في بديل السكر ده اللي هو ستيفيانا، اللي هو العبوة اللي هي 50 باكت، 50 باكت، والحجم بتاعها 125 جرام. يعني الظرف الواحد، 125 جرام، نازل عليه السعر بتاعه 13 بدلا من كام، دي مش واضحة، نشوفها هنا، بدلا من 19 ريال 75 هلل. ده اللي هو عروض بديل السكر للناس بقى اللي بتعمل ريجيم. واحنا زي ما قلنا في عرض حلو جدا على السكر، نقوله تاني، اللي هو عرض السكر اللي هو 5 كيلو، 5 كيلو نازل، لو انت خدت واحد فقط ب16 ريال، لو خدت ثلاثة ب40 ريال، ب40 ريال يعني حوالي 13 ريال مثلا ونص كده، ولا يعني اقل من النص كده. ده اللي هو السكر وبديل السكر. انا شايف عرض هنا حلو جدا على الملح اللي هو بالاسم ده، اللي هو ساسة الازرق ده، الواحد 700 جرام، الواحد 700 جرام نزل الاربع حبات ب10 ريال بدلا من 13 ريال، وعرض حصري للاعضاء، وشايف ناس كتير واخده منه. ده عرض من العروض القوية على الملح في بند، عروض على مرقة دجاج ماجي ومنتجات ماجي كمان اللي هي الشوربة دي، برضو نازل عليها عروض. هنشوف اول حاجة اللي هي مرقة الدجاج، مرقة الدجاج دي اللي هي ماجي، الحجم بتاعها 20 زائد 4، يعني الباكت فيه 24 حبة، في الاول كان 28 دلوقتي نزل 24 حبة. نازل عرض من 23 ريال الى 22 ريال، يعني نازل 1 ريال. هي مرقة الدجاج دي بقت سعرها غالي، مش عارف ليه، بس من الحاجات اللي هي الغالية، يمكن عشان خاطر ارتفاع اسعار الدجاج، ممكن عشان كده يعني. في برضو الشوربة اللي هي شوربة ماجي، في هنا الشوربة نازلة الاتنين حبة هنا، دي شوربة الخضار ماجي نازلة من 18 ريال الاتنين ل 12 ريال، اللي هي شوربة الخضار. في برضو نوع تاني اللي هي شوربة كريمة الفطر، برضو الاتنين حبة نازلين من 16 ل 12 ريال، الحجم بتاعها 71 جرام، الحجم بتاعها 71 جرام، انما الخضار دي الحجم بتاعها 53 جرام، 53 جرام، نخلي بالنا يعني من الحجم والجرام ده. برضو هنا في شوربة البروكلي، برضو هنا شوربة البروكلي دي نازلة الاتنين حبة ب12 ريال بدلا من 18 ريال، الحجم بتاعها 49 جرام. في الدجاج مع الذرة، شوربة الدجاج مع الذرة نازل برضو الاتنين حبة ب12 ريال بدلا من 18 ريال، حجمها 47 جرام. دي العروض اللي هي على الشوربة، وشفنا مرقة الدجاج، يعني دي منتجات خاصة بشركة ماجي.